كان في مشهد الحقيقة مؤسف كمان حصل في كأس العالم، وهو اللي عمله صامويل إيتو لما اعتدى على يوتيوبر جزائري، اعتداء غريب من لاعب كبير زي صامويل إيتو، لم نعهد عليه ذلك، لاعب منتخب الكاميرون وبرشلونة ورئيس اتحاد الكرة الكاميروني. المشهد كان غريب جدا، والتقطه الإعلام الأسباني. صامويل إيتو salió del estadio y algunos aficionados lo abordaron. Apareció un hombre que lo estaba grabando. Hubo una discusión y de pronto la leyenda del fútbol africano y embajador del Mundial de Qatar perdió la cabeza. Se le fue encima y poco después de que le quitaron la cámara a esta persona, Eto'o lo agredió con una peligrosa patada, al parecer entre el pecho y la cabeza. مشهد غير مبرر على الإطلاق، واعتداء وحشي غريب على يوتيوبر ومواطن جزائري اسمه سعيد مأموني. هنش حاجة سعيد مأموني خالص خالص. راجل سأل سؤال ما عجبش صامويل إيتو، فكان هذا المشهد الهمجي، اعتدى عليه بهذا الشكل وكسر له كاميرته، وأيا كان السؤال اللي سأله اليوتيوبر الجزائري عملوا إيتو، ده شيء مهين وغير مقبول ويجب أن يحاسب عليه. والأكثر مدعاه للاستغراب والعجب أن التصرف ده بيأتي من لاعب زي إيتو عانى من العنصرية في ملاعب كرة القدم، عانى من عنصرية مقيتة، كان بيتصرف تصرفات غير كده على الإطلاق. كان ليه لقطة شهيرة لما أصر يخرج من أحد المباريات مع برشلونة بسبب العنصرية، ده إيتو. تدور الأيام سبحان الله، يوم غادر إيتو الملعب بسبب العنصرية العمياء، كان بيلعب في برشلونة ساعتها. فإيتو تعرض لأشياء وحاجات في ملاعب كرة القدم في أوروبا، ما خرجش عن شعوره وما اعتداش على حد من الجماهير. تصرف اللي عمله مع شقيقنا الجزائري غريب جدا 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 في غاية الغرابة. يوتيوبر الجزائري حكى عن السؤال اللي خلى إيتو يعمل فيه كده. نحكي لكم دايرين لاباس، غايا ان شاء الله كنت بخير، راني في مركز الشرطه، عندي تحقيق في الموضوع. هذا الفيديو اللي سمعته الوالده على بلاط اثر. اول شيء دابس مع إيتو صامويل، راح تقولوا كيف إيتو صامويل؟ والله دابس مع إيتو صامويل، شوفوا والله غير دابس مع إيتو صامويل اللي كان معاه، هو ضربني واللي كان معاه دفعني، وانا كنقدم فيه بلاغ وهرس الكاميرا كنت صور فيه. ألف سلامة. شيء محزن ومخجل الحقيقة التصرف اللي عمله إيتو، هي شيء يعني أنا ما فهمتوش على الإطلاق. كل الاعتذار لسعيد مأموني اللي تم الاعتداء عليه بهذا الطريقة في تصرف همجي، ويجب أن يحاسب عليه إيتو أيا كان السؤال. أيا كان السؤال عنده حلول كتيرة، وعنده إنه ما يرد، وعنده يرد رد قاسي، لكنك ترد على سؤال بضرب واعتداء وتكسر، تصرف غريب جدا. سعيد مأمون يقدم بلاغ في اللي عمله إيتو. صار في نسأل فيه على قاسامة، قلت له كيفاش قاسامة ما قاسامة، وقدمت رشوة وأنا مازالني في مركز الشرطة على تحقيق، شوفوا شنو راح يوقع. كان مثلا شافوا هو شخصية كبيرة راح يساعدوه، ولا نعرف قطر دولة قانون ما شيخ بحقي. أتمنى أنكم توقفوا معنا في هذه الحاجة، لأنه إحنا من أجل الجزائر عملنا هذا الشيء. شوف كاميرتي راحت، شوف طاحت، هرسها لي، ضربها لي على الأرض اللي كان معي، ضربني الصدر بيافو، ضربني هنا، هاي توجعني هنا.